اسعار ضيف ثابته ماكو اي تغيير، يعني اقول لك احنا مستوقين على الدولار، من كان الدولار كان سعره صاعد وماكو في شيء تغيير هسه ملموس حاليا بالسوق، الاسعار نفسها ثابته اي شيء ما بتغير. خلي الرقابه التجاريه ماكو رقابه على التجار وكمحاسب للتجار ماكو، كل من بكيفه، فالسوق لازم يصير عليه مراقبه.